مسكين ليكون الأفضل يستدين لشراء سيارة جديدة أو بيت كبير أو ملابس نادرة أو أجهزة حديثة ليرتقي إلى مستوى معاييره. مسكينة تبالغ إن أقامت مناسبة، تبالغ إن قدمت هدية، تبالغ إن تولت مسؤولية. وليس في الإحسان عيب، ولكن العيب كل العيب في المبالغة والتكلف. إن الذين يسعون خلف الكمال أناس يتسابقون بلا خط للنهاية. ما أكثر ما تجد في معجم ألفاظهم كلمات مثل يجب ولازم والمفروض ولا بد وينبغي، ويفرضون على أنفسهم قيودا يكبرون بها راحتهم وحركتهم، ويبذلون الكثير ويخسرون الكثير ليحصلوا أحيانا على القليل. لازم أخذ نسبة 100%، لازم أنفذها بلا أخطاء، المفروض ما أتأخر ولا ثانية، يجب أن لا أقول لا، المفروض أن أقول نعم، يجب أن أتحدث بدون ورقة، لا بد أن أتحدث اللغة بطلاقة، يجب أن أكون محبوبا، لازم نقدم لهم أفضل شيء. يا أخي ارفق بنفسك ولا تفسد حياتك. يقول أنتوني روبنز: الإكثار من القواعد التي تحت بند يجب يجعل من الصعب علينا أن نعيش حياتنا. إن قائمة يجب وأخواتها تجعلك تسعى خلف الكمال وتتحسس من الأخطاء وتقضي على التلقائية والعفوية في حياتك. وحياة بلا تلقائية مسرحية مملة تنتهي بموت البطل. إن قائمة يجب يترتب عليها شعورك بالرضا إن فعلت، والذنب أو النقص إن لم تفعل. راجع قائمة يجب وأخواتها الخاصة بك، وأي يجب ليست شرعية ولا أخلاقية ولا قانونية. راجع ما بعدها وغير ما لا يلزم منها. يجب في الأسرة، يجب في العمل، يجب في المال، يجب في العلاقات، في الصحة، في المشاعر، يجب في الآراء، في الملابس. اكتبها وتخلص مما يؤذيك بقاؤه، وتوقف عن الانقياد خلفه. ومن الطرق الجيدة في التعامل مع يجب أخواتها هو الخوض الفكري في بحر قوانينها. ابدأ ناقش نفسك: من أين جاءت؟ هل هي صحيحة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ ماذا سأكسب من اتباعها؟ ما نتائج مخالفتها؟ ما المكاسب إن خالفتها؟ تأمل وناقش واكتب، ثم قرر بعد ذلك وتحرر. خفض معاييرك، واقبل بأن تفوز وتخسر، واقبل أن تكون الثاني وليس الأول. خفف معاييرك ولا تتحسس من الوقوع في الخطأ. خفض معاييرك وابدأ قبل أن تكتمل الاستعدادات وتتوفر كل الإمكانات. فالنجاح في الإكمال لا في طلب الكمال. اقبل بالتدرج، اقبل بالبدايات البسيطة، اقبل بالجيد، ولا تتوقف إن لم يتوفر الأجود. لا تبالغ في الاستعداد والتحضير والتهيئة والتحسين. فمن أراد أن يقود سيارته في الليل تكفيه إضاءة سيارته، ولن يكون مضطرا لإنارة المدينة كلها من أجل مشواره القصير. عليك بالقناعة، فهي ليست شماعة تعلق عليها تقصيرك وأخطائك، ولكنها شعور يجعلك ترضى بالموجود بعد أن بذلت المجهود ولم تحقق المقصود. إن طلب الكمال يجعل مساحة عالمنا صغيرة ومحدودة، لأنه لا يسمح لنا أن نتعلم ونتحرك ونتدرج، لا يسمح لنا أن نخطئ ونجرب ونحاول، وبالتالي لا ننمو ونظل صغارا. يقول أينشتاين: أنا لست عبقريا ولكنني فضولي، فضولي يجرب ويحاول ويتعلم. إن طالب الكمال يبالغ في الاستعداد حتى يفقد القدرة على الابتداء، فلا يبدأ ولا يجرب، وتظل الكثير من المشاريع والأعمال حبيسة عقله، ونسي أن الإتقان جاء من التجربة، والتجربة جاءت من القبول بالنتائج الأولية ومحاولة تحسينها. في كندا قسم الطلاب إلى قسمين. طلب من القسم الأول أن يصنعوا أكبر عدد ممكن من الأواني الفخارية. إذن المعيار هنا الكمية، كم يصنعون، وأكثر واحد يصنع هو الذي يفوز. وطلب من الفريق الثاني أن يصنع آنية فخارية ذات جودة عالية متقنة. هنا المعيار اختلف، هنا معيار الجودة، لا يهم كم تصنع، ولكن المهم أن تصنعها بجودة عالية. وبعد انتهاء المسابقة وجدوا أن أجمل آنية صنعت كانت من إنتاج المجموعة الأولى وليست الثانية، لأن الكمية تحسن الكيفية، لأن التجارب العملية مثل درجات السلم التي تصعد بها إلى قمة الإتقان والجودة. فاقبل بالأمور قبل أن تتحسن، وحسنها حتى تكون مقبولة. ودعني أخبرك بوصفة تساعدك بإذن الله على التعامل مع معاييرك. اجعل لك قبل أي عمل تقوم به ثلاثة مستويات تقيس بها عملك. أولا،
ومستوى الطموح، ثم مستوى الرضا، ثم مستوى السخط. مثال: أطمح أن أحصل على نسبة 100% وأتخرج بها، هذا مستوى الطموح، فإن حصلت عليه فرائع، وإن حصلت على 95 مثلا فحسن، وهذا هو مستوى الرضا الآن وسأكون سعيدا به. أما إن حصلت على أقل من ذلك فلن أرضى، وعندها يمكن أن أتضايق وأحزن، وهذا هو مستوى السخط. مستوى طموحي أن يحضر عندي مثلا 100 متدرب، ومستوى رضاي أن يحضر 70 مثلا، أما إن قل العدد عن ذلك فهنا يمكن أن أتضايق وأحزن. قيل لأعرابي: كيف ابنك؟ قال: ليس في العلو كما أهوى، وليس في الدون كما أخشى. رضي بابنه لأنه جاء في المنتصف بين مستوى الطموح ومستوى السخط. إن مشكلة طلاب الكمال أن مستوى رضاهم هو مستوى طموحهم، فإن حصلوا عليه وإلا سخطوا وتذمروا. ليس لديهم سوى مستوى الطموح أو السخط، لا توسط بينهما. لست ضد الهمة والطموح، ولكنني ضد المبالغة والجنوح، ضد جعل رحلة النجاح مليئة بالتعاسة. فالطموح الصحيح الصحي ينطلق عبر الهمة من أرضية الواقع، لأن النجاح ليس وثبة ولا مجرد ضربة أو ومضة، إنه خطوات مستمرة تتعثر حينا وتسير حينا حتى تصل إلى الهدف أو قريبا منه، فإن لم يصبها وابل فطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، أي إن لم تفعل الصواب فقارب منه. عاهد نفسك وردد في داخلك: يوجد أفضل مني وأقل مني، ولكن لا يوجد مثلي. لن أسعى أن أكون الأجمل أو الأحسن أو الأسرع أو الأقوى أو الأفضل، ولكنني سأسعى أن أكون الأكثر انسجاما مع نفسي. لن أسعى للكمال لأنه سراب، لن أسعى للتميز دائما لأنه محال. سأخفض معاييري إلى الحد الذي يجعلني أستمتع بحياتي، سأنافس الناس، إن سبقتهم سأفرح، وإن سبقوني سأجتهد، سأبدأ، سأجرب، سأحاول، فإن نجحت فأنا بطل، وإن أخفقت فأنا بشر. وهذا كل ما في الأمر، فكل شيء بدأ صغيرا، فالكون ذرة والسيل قطرة والغابة بذرة، وأنا وأنت نطفة. فقيامك بما تستطيع الآن وفق ما هو متاح وممكن يجعلك قادرا بإذن الله تعالى على الحصول على ما تريده مستقبلا. فلا تجعل تلك المعايير مسامير تدق بها نعش سعادتك، فلا مرحبا بنجاح يشعرنا بالتعاسة. سادسا: الصدق والمصداقية. قد ينجيك الكذب من الموقف، قد تتفادى ردة الفعل إذا كذبت، قد تدعي ما لا تملك وتهرف بما لا تعرف، قد تسرد الحكايات وتصوغ الأساطير لتظهر أنك البطل المنتصر أو المضحي المضطهد، قد تكسب ودهم وتنال ثناءهم وتثير إعجابهم، ولكنك ستخسر نفسك وتغضب ربك، لأن الكذب سوسة الثقة، والادعاء والتصنع إدانة غير معلنة أنك مزيف. وعندما تدعي ما لا تملك فإنك تعترف من الداخل بالنقص، وعندما تخوض فيما لا تعرف فإنك تشعر من الداخل بالجهل. عندما تكذب وتدعي وتتظاهر فإنك ستفقد عفويتك وستشعر بالإجهاد بعد كل لقاء، لأن الكذبة الواحدة تحتاج إلى كذبات أخرى للحفاظ عليها، مما يجعلك تركز كثيرا على إخفاء التناقض وردم الفجوات وتغطية الحقائق في كلماتك وحركاتك وسكناتك.